يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض المليحي او الملاحيه مثل ما بيسموها اهل السويدة. عندي هون كاستين برغل انا جايبتهم، وعندي كمان فروج سالقته، جايبه فخاد وصدر الدجاج كمان تاركته، حاطه بصل وقرفه وحاطه ورق غار رمفول. انت شو ما بدك بتحبي تطيبي الفروج فيكي الطيبي. انا هذه المرقه لانه هلا بدي استخدمها بطبخ البرغل. عندي بس لقلك هلا انا هذا اللبن المجفف اللي بسموه الكفة او بسموه الهقط او له اسماء كتير، الجميد كمان بسموه. انا لما نزلت الاردن لقيته بشكل بيعملوه بشكل سائل، زروفه وبشكل سائل كمان موجود هذا بهالشكل. هذا الجميد نحن بناخده، ارجيكي هلا قبل بيوم انا باخده وبنقعه بكسره، هو بيجي بهالشكل بهالطريق بيجي هيك قطع، فانا باخده بكسره وبحطه بقلب المي. هلا هدول هن المكونات. هلا ونحن عم نشتغل رح احكي لك اكثر عن اللبن كيف رح نستخدمه وكيف رح نعمله مع بعض. بالبدايه انا هذا اللي نقعته قبل بيوم رح اخده بعد ما صار بالشكل اللي نقعته، بدي بايدي ادعكه منيح، لازم اتخلص من كل التكتلات اللي صايره فيه، لان هذا بيكون ناشف. فانت بتقدري القوام اللي بدك اياه بعد ما بتدعكيه منيح منيح بتشوفي قوامه. هلا اللي بزيد عندك، انا مثلا بزيد عندي بالسفل هذا، ما بنكبه، نحن بنرجع بنكوره وبننشفه على الشمس وبنستخدمه بغير طبخه. هلا انا بضل بدعك لشوف القوام اللي انا بدي اياه، ما يكون يعني رخو كتير. وصراحه انا استخدمته هذا قبل مره، فانا بدي اضطر كمان حط نشا. انا تاركه هون معلقتين نشا. هلا اللي بسوريا اللي كنا نجيبه نستخدمه هذا ما بيحتاج نشا، فيك تستخدميه مباشرة مثل ما هو، بينما هذا انا جربته قبل بمرة لقيت انه بده شوي نشا لحتى يمسك مع بعضه. هلا هذا انا رح ادعكم منيح وارجيكم شو رح نشتغل كمان مع بعض. هلا انا كاستين البرغل اللي جهزتهم بس غسلتهم وحطيتهم بالطنجرة، ورح اضيف لهم مرقة الفروج اللي انا سلقت فيها. هلا البرغل وقت بتطبخيه انت بتحطي لكل كاسة بتحطي لها كاستين مي او مرقه الفروج. هذا البرغل نحن بدنا اياه ينخبز، فانا بدي احط لكل كاسه بدي احط لها كاستين ونص من المرقه او من المي لحتى بدي اياه ينهرس. هلا بدي اياه انا يستوي، هذا بيسموه هن بيقولوا له الطبيخ. هذا البرغل لما بيكون بهالشكل بحطوا له بيقولوا له الطبيخ. فانا هلا بدي اتركه على النار لحتى يستوي كتير منيح، وبارجيكم بعدين كمان شو بدنا نساوي باللبن. هلا لبين ما يصير البرغل انا رح اغلي اللبن. انا اللبن بعد ما صفيته شايفين كيف صار قوامه بهالشكل، لبن مثل اي لبن بس بيكون سميك. هلا نحن ما بدنا يكون كتير سميك لانه انا بدي اهرس فيه كمان البرغل. انا رح اضيف هلا النشا، حليته بشويه مي ورح ضيفه وضل عم حرك مثل ما بتعملي اللبنيه، ما بتوقفي تحريك، بتضلك تحركيه طول الوقت لحتى ما يرسي وينزل للسفل. هلا اذا لقيتي انت بعد ما دعكتي ولقيتي قوامه وصار سميك كتير، فيك تضيفي شوي من مرقه الفروج او تضيفي شوي مي لحتى يكون رخو شوي ما يكون سميك كتير. هلا بس خلصت رح اجيكم كيف رح يكون شكله النهائي. هلا انا عندي اللبن صار جاهز بهالشكل هذا، شايفين قوامه ما بيكون سميك كتير مثل اللبن الشاكريه، بيكون شوي رخو. هلا انا رح اجيب الفروج بعد ما انا سلقته وبطالعه وبحطه بقلب اللبن لحتى ياخذوه من بعضهم. هلا انت عندك كذا خيار، فيكي تسلقي الفروج نص ثلاث ارباع السلق يعني وبتحطيه بقلب اللبن. في ناس بيسلقوه مباشره هو لساته ني بحطوه مع اللبن وبيسلقوه، او انت بتحبي تسلقيه لحتى يكت منيح يعني بتسلقيه عادي وبتحطيه كمان مع اللبن لحتى يستوي وياخذ من بعضه. هلا عندي انا رح اتركه شوي، انا تركته تقريبا ثلاث ارباع الاستوى، رح اتركه لحتى يستوي منيح تمام وبرجيكم كيف رح نخلط اللبن مع البرغل بس يصير جاهز. هلا عندي انا البرغل استوى، رح اخذ من اللبن اللي انا جهزته وحط فوق البرغل بالشكل او فوق الطبيخ
وبصير بدعكه منيح منيح، يعني انا بدي اياه ينهرس كثير للبرغل، بصير بدعكه مع بعضه لحتى ينهرس ويصير طري كثير. كل ما يعني بهرسه شوي بتطلع بشوف اذا لسه القوام، برجع بحط لبن كمان شوي وبفرده بعدين بالصينيه. بارجيكي هلا كيف رح افرده شو رح نعمل مع بعض. شايفين كيف قوامه صار بهالشكل هذا؟ هلا بالنسبه للملح، انا عندي هذا اللبن بيكون كثير مالح، يعني انت بدك تنتبهي لموضوع الملح. يعني انا حطيت مثلا بقلب الفروج شوي صغيره ملح، بس اللبن بيكون كثير مالح، يعني هذا بدك تنتبهي له وتضلك تدوقي لحتى تعرفي كميه الملح اللي بدك تحطيها. هلا رح افردهم بالصينيه وبرجيكم كيف رح يكون شكلهم اخر شيء. هلا انا بعد ما سكبته بالصينيه كمان لقيت انه بده لسه دعكت شوي، يعني انت لازم تحاولي تدعكيه كثير لحتى البرغل كثير تلاقيها صارت، يعني الاكل بصير او البرغل بصير مخبوص مع بعضه لحتى تفرديه بقلب الصينيه. هلا انا بقيم الفروج اللي انا مجهزته، طبعا هذا ما بده تحمير ولا بده اي شيء، وبصفه بهالشكل على وجه البرغل. اذا انت عندك كبه، انا طالعه كبه عندي من الفريزر كنت مجهزتها، سلقتها باللبن نفسه اللي انا جهزته قبل شوي. طبعا الاكل بعده سخن هلا بهالشكل هذا. هلا رح اخلص منهم وبارجيكي كيف رح يكون شكل الطبق النهائي. هلا هيك صار عندي انا الملاحي جاهز بعد ما حطيته، حطيت عليه الفستق. طبعا هذا الملاحي اللبن اللي هو نحن بنعمله، كمان في اللي بده يضيف بحطه حده. هلا انا بالاخر شيء تكوني انت حاميه سمن وبتحطي، طبعا الاكله هي كثير دسمه، بنحط عليها السمن هذا اللي انا قليت فيه الفستق بنضيفه على الوجه. بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، اهلا وسهلا فيكم، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.